امين امين يا رب. امتحان شهاده حق او شهاده ذوق، مصر ربنا ينجحها كلها في الامتحان ده ان شاء الله. السلام عليك. لا مفيش تعقيب، ده امتحان، ده امتحان لمصر كلها، شهادة حق أو شهادة ذوق، حبر غالي ثمنه دماء الشهداء والجرحى، اوعوا تنسوهم لأن دول ثمن الحبر ده. السلام عليكم. يا مولانا مولانا نزل الحدث أيضا، ربنا لأن ربنا هو الذي يدبر الأمر. أبو حل البرلمان يا دكتور مرسي، يدعي ربنا هو الذي يدبر الأمر. ماذا لو فعلوها أيضا مع الدكتور مرسي في حالة تولي رئيس الجمهورية؟ وإن شاء الله يدعي ربنا هو الذي يدبر الأمر وهينصر مصر ويعزها إن شاء الله. لا 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 مفيش ولا شكر ولا شكر لأي حد، ده امتحان لمصر كلها، اما شهادة حق او شهادة زور. ربنا ينجح مصر كلها في الامتحان ده. الاخوان ما انسحبوش ليه يا فندم؟ الاخوان باذن الله سبحانه وتعالى في قلب الشعب، ماشي يا عمر، في قلب الشعب المصري يدافعون على مصر وعن حقوق الثوره ان شاء الله الى ان يحققوها. حل البرلمان عمرهم كده. الحبر ده، الحبر ده اغلى ما اغلى ما في مصر الان، ثمنه دماء شهداء ودماء جرحى، اوعوا تفرطوا فيها. ابو حل نجيب حقهم وحق مصر كله. حافظتوا على السلام عليكم.